مشاهدينا متابعينا الكرام، فتحت البوابات. تتواصل على ميدان سباقات الخيل بمزرعة الرحبة بولاية بركة منافسات سباقات الخيل الأهلية والتي ينظمها نادي سباق الخيل السلطاني بشؤون البلاط السلطاني، حيث دخلت مراحل السباق إلى الجولة التاسعة وسط مشاركة 146 خيلا امتطاها فرسان تنافسوا على شرف نيل المراكز الأولى. 8 أشواط مثيرة، 6 منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة. الشوط الأول والمخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر خطفت لقبه الفرس رشيدة ديمون لو لمالكها الشيخ سالم بن سليمان الفيروز، ويخطف الحصان لماح لقب الشوط الثاني للخيالة السلطانية والفارس مؤنس بن سالم السيابي. أما الشوط الثالث والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر توج بها الحصان هانتنج رايتز لمالكه سالم بن عبد الله السيابي والفارس مؤنس بن سالم السيابي، ويحل الحصان ريدان بطلا للشوط الرابع ومالكه عبد الرحمن بن يوسف البلوشي والفارس هلال بن حمد الشهومي، في حين ينتزع الحصان اكسيل بيست صدارة الشوط الخامس لمالكه سعود بن عبد الله البلوشي والفارس اسعد بن علي السيابي، ويخطف الحصان تعزيز لقب الشوط السادس لمالكه عبد الله بن سيف المالكي والفارس يحيى بن جمعة الحمداني. وتتواصل الإثارة مع الشوط السابع والذي ينتزع صدارته الحصان داريج وفارسه عيسى بن محمد البلوشي ومالكه عبد العزيز بن راشد الصواعي. وتختتم أشواط هذا السباق بالشوط الثامن والمخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر والذي توج بلقبه الحصان سواح لمالكه ياسر بن حمود الكندي والفارس شاكر بن علي البلوشي، ليقوم بعدها راعي المناسبة بتكريم الفائزين أصحاب المراكز الأولى في الأشواط الثمانية لهذا السباق. عبد الله بن عامر الويهي من مزرعة الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة محافظة جنوب الباطنة.